حاجه، لكن بس في اكونتات معينه بتاخد يا استاذ محمود اراء الجمهور ويروح وجهه نظرهم ان هم هيقدروا يعملوا كده مع الجمهور الاهلي كده ما بيحصلش. بص هناخد الموضوع ده هنخليه السوشيال ميديا. طبعا هناك صراع شرس على مين يبقى ملك الانفراد، ملك الترند، مين اللي يجيب التايهه. المشهد انت سيب كل واحد بيكتب كل المدربين اللي خطروا على بالك وزي ما تيجي، اذا جت يبقى انا رقم واحد. يقول لك خمسة اذا جت يبقى انا انفردت. اذا جت يبقى انا انفردت. انا انفردت وجبت بيكتب 95 لاعب. اسماء على فكره اسماء طبعا مش عاوز اقول انها صعب تيجي هنا، صعب تفكر انها تيجي في منطقه الشرق الاوسط مش مصر. فالمشهد انت رايح فين؟ في الحدوته. الناس اللي مش عارفاه انه كل اللي انت شايف المشهد اللي انت شايفه ده كله ما حدش قادر يخترق سور غرفه مجلس اداره الاهلي عشان يعرف ايه اللي بيحصل. برافو عليك. وانت مش هتقدر. برافو. هي ما حدش عارف يخترق سور. واللي عايز يتقال له الكلام ده يعني مدرسه من اصعب المدارس. يمكن حصل شويه كده لكن ما زالت تحتفظ بثوابت انها قافله كده. ولما تيجي المعلومه كانت من بره ما جاتش من هنا. يعني لما سواريش جه جه من مين؟ من الجانب من ناحيه البرتغال. هو اللي قال كذا. والناس كلها استغربت يعني كل حتى احنا قاعدين بامانه شديده. ما انا بكلمك وفايلر وموسيمان. يعني بعيدا عن يعني عاوز اقول لك ايه، احنا نقدر نحكي لك تسلسل حكايات في الموضوع ده وطلعنا ونزلنا ياما كانت يعني الصحافه صحافه. لكن هو المشهد دلوقتي اللي انت رايح فيه ده اللي انا بقوله لك، ما حدش عارف يقرب وما حدش عارف يعني ايه، ما حدش عارف يجيب المعلومه. فهنشتغل على ايه؟ على لعبه التوقعات. ايوه. ان انا مين البطل التوقعات كمان يا ريس، ده ترص 50 واحد اللي موجودين في السوق. ما انا بكلمك هتاخد ما انا هجيبهم المشهد اللي انا بقوله لك. هم مش مقدرين حجم الظروف طبعا. جمهور الاهلي الواعي حاجه، وجمهور الاهلي المندفع حاجه ثانيه، والاكونتات المضروبه اللي احنا قلنا عليها وبدات تتكشف الحقائق في موضوع من الخلافات وعلى راسها أيوة. موضوع موسيماني اللي الناس انخدعت وبعد الناس يقول لك الحمد لله احنا خلصنا منه، ده كان حظه عامل علينا. طلع طلع الكلام صح اهو. ما بتطلع لازم ما تطلع، والناس لازم تاخد بالها انك انت جه الوقت. انت في الفتره دي بامانه شديده اذا لم يكن من يحب الاهلي عليه ان يحتاط، عليه ان يدافع، ان يحمي، يعمل حضانه للفرقه وللنادي في المرحله الجايه عشان الفرقه تقوم والنادي يعود للطلوع. ولكن اثناء ذلك يا استاذ محمود معلش بعد اذنك عشان الناس برضو بتقول احنا اثناء ذلك اذا كان يريد ان ينتقد من حق جمهور الاهلي يعني اصل الناس بتاخد كلام. لا يعني يا فندم اتخذ يا فندم يعني هو الانتقاد انك انت تهد الانتقاد فيه انتقاد ايجابي انتقاد موضوعي في انتقاد يعني. يعني. طب انتقد وقدم لنا الحلول. يا كابتن عاوز افهمك على حاجه وعاوز اقول للناس يا جماعه ما تعتقدوش انه الكابتن محمود الخطيب واداره الكوره هتروح داخله السوبر ماركت نبقى فين العلبه دي؟ وهات العلبه ايوه حلوه، وهات العلبه الثانيه، وهات العلبه الثالثه، خد يا عم الكيس فيه العلبه القديمه دي ويلا مش عايز. مش هينفع. انت دلوقتي بتيجي حتى تمشي لاعب، انت عقدك ما بين انت ولاعب، يعني النادي واللاعب. الطرف الثاني لو انت قلت له روح العب في الحته الفلانيه قال لك لا مش رايح. وهتاخد فلوس وقال لك لا مش عايز العب انا في الحته الفلانيه. ايه موقف يعني النادي يعمل ايه؟ ولا حاجه. وعندنا الامثله. يعني انت ما تعتقدش اللاعب ده برضه بني ادم وعاوز يدافع وشايف نفسه انه مثلا هو شايف نفسه انه ما قصرش وعاوز يقول لك اديني فرصه. طب يا سيدي الفرصه من دلوقتي صعبه. طب الدنيا يعني الناس ما تعتقدش ان النادي الاهلي هيروح يجيب 8 لعيبه. يا جماعه النادي الاهلي مش محتاج 8 لعيبه. انا بقولها لك اهو برغم كل الظروف دي. بلاش لو اللعيبه دي رجعت ما حدش عارف. لا اللعيبه دي اللي موجوده من افضل اللعيبه اللي في الدوري والكره المصريه.